مناسبة الصيام. شكر لله تعالى على أن نجى موسى عليه السلام وقومه من فرعون وقومه في اليوم العاشر من محرم. والثابت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء قبل هجرته من مكة إلى المدينة اتباعا لقريش في صيام هذا اليوم في الجاهلية، ويعلل أكرمة صيام قريش له بأنهم أذنبوا ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم، فقيل لهم صوموا عاشوراء يكفر ذلك الذنب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، ثم أمر بصومه. رواه البخاري. وروى الإمام مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. وقد ضل في هذا اليوم نوعان من الناس: نوع شابه اليهود فاتخذ عاشوراء موسم عيد وسرور وأكل لأطعمة معينة، ونوع آخر اتخذ عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة تظهر فيه شعائر الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب وإنشاد قصائد الحزن والفتنة. وقد هدى الله تعالى أهل الإسلام ففعلوا ما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم من الصوم احتسابا للأجر والثواب.